تولين شابة عراقية تقول إنها حققت حلمها بافتتاح مطعمها الخاص في كركوك، والذي يوفر نحو 6 فرص عمل بعد حصولها على الموافقة والدعم لفكرتها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حلمي أفتح مشروع الخاص إلي، الحمد لله حققته بفضل الله وفضل منظمة UNDP. قدمت مشروعي لهم، وافقوا عليه، الحمد لله طلع اسمي، وحاليا صاحبة مطعم ماما جان، ويشتغلون يمي تقريبا 5-6 كادر أكو يشتغلون يمي. ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم مشاريع تنموية توفر سبل العيش الكريم والقضاء على الفقر، كما إنها تركز على المناطق المحررة من داعش باعتبارها الأكثر تضررا من غيرها. بدأنا بإنشاء لجان سلام محلية صار اسمها لجان الحوار المجتمعي، بالتعاون مع الحكومة العراقية أنشأنا حوالي 29 من هاللجان، طبعا في منهم كانوا بكركوك، في منهم بالأنبار، بكل المحافظات المحررة. تم تدريبهم ودعمهم، وهلأ هني بالحقيقة أساس صلب للعمل على فض أي إشكالات أي نزاعات، من خلال أيضا رزمة من المشاريع، منها مشاريع النقد مقابل العمل، حيث وفرنا آلاف فرص العمل. ارتفاع نسبة البطالة في العراق إضافة لتدهور القطاعين العام والخاص، كلها عوامل دفعت الشباب لابتكار أفكار استثمارية. قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعمنا حماية مشروع منها في مناطق عدة. المشاريع الصغيرة المستدامة والأفكار الاستثمارية والتجارية في قطاعات عدة من أبرز أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغية توفير فرص عمل للعديد من العراقيين العاطلين عن العمل. سعدون السلطان، الحرة، كركوك.